تعرضنا لعمليات نصب، وهاد العمليات نصب ماشي غير حنا كبعد عشرة الناس، وإن المشكل أن التعاونية كلهم تعرضوا للنصب. دونك دابا حنا انخرطنا الشطر الثالث في 2016، دونك دفعنا الفلوس ديالنا. الجمع العام في 2015 كان خرج بقرار كيفتح انخراط في الشطر الثالث في المكتسب اللي هو بقع الواجهة ديال طريق بن سليمان، وأن الانخراط ديالنا كان مشروط بتحقيق المكتسب. هذاك المكتسب مرتبط بتصميم التهيئة. في 2015 فعلا هو خرج مرسوم كيأكد بلي أن هذيك المساحة اللي كانت هي خضراء ولات بقع قابلة للبناء. تعاقد المكتب السابق مع مهندس معماري وحط البلانات على أساس أن باش يجزء هذيك التجزئة. فعلا تحط الملف، مشى للسلطات المعنية، الوكالة، العمالة إلى آخره، خذوا الموافقة المبدئية. إذن أن هذاك المكتسب أصبح محقق، مش غير قابل للتحقيق، أنا صافي. المكتب السابق أن الوقت اللي تحقق المكتسب التزم معنا بالشروط ديال القرارات الجمعية العمومية. إذن المكتسب تحقق، أنتم أصبحتوا منخرطين بقوة القانون. ضافنا أول جمعية عمومية تمت في 2018، ضافنا اللائحة ديال المنخرطين، حضرنا اللائحة فيها الأسماء ديالنا، فيها الحصص ديالنا، التوقيع ديالنا، الرقم الانخراط ديالنا، كل شيء يعني قانوني. دونك هاد الناس هادو كانوا كيتربصوا بالتعاونية، شنو النشان؟ كاين متربصين جاو دفعوا للمكتب في هذاك الجمع العام ديال 2018 انه باش ينسحب، وفعلا انه ملي شاف المجلس الاداري السابق ان هاد الناس هادو ضغطوا عليهم وعبئوا وجندوا الناس باش يدفعوهم ينسحبوا، يعني جابوا ناس معهم اللي هما كيساندوهم واللي باغا كيساندوهم بدون شروط، جابوهم نص يعني قفزوا على المكتب وعطاو وعود الناس، قال لهم راه 6 شهور غنجيب لكم الرسومات العقاريه ديالكم. دابا من 2018 الى يومنا هذا حتى هذوك التصاميم اللي كان جزهم المكتب السابق وكان وصلوا للترخيص جاوا هما لغاوهم، عيطوا للمهندس المعماري اللي كان معقد مع المكتب السابق وفسخوا العقد، وبالتالي حتى كاع هذيك الا بغات تقول الوقت اللي ربح هذاك المكتب يعني ب 2016 انا باش الناس كان جاي على اساس صافي غادي ياخذ غير التزكيه باش يبدا في الرسومات العقاريه ديال الناس. هادو جاو ملي شافوا الناس غيتقربوا الرسومات العقاريه جاو قفزوا، قال ما خصناش المنخرطين يوصلوا لهاد المرحله هادي. اذا خاصهم الهدف ديالهم هو انه خاصهم ينصبوا على الشطر الثالث اللي فيه تقريبا واحد 3000 متر في 10 المنخرطين. هاد المنخرطين جاو زوروا محاضر كيزوروها، يعني هو ماشي قرار جمع العام، الجمع العام ما كانش اقحام غرباء وبالاسماء ويجيبوا عرضهم على الجمع العام. واش يمكن لك تعرض شي واحد اللي هو من 2006 هو منخرط في التعاونيه وجد خصو يرى الجمع العام ديال خصو يتعرض؟ هذا الكلام منسوب فقط للجمع العام، لانه بغى يورطوا للجمع العام ان عندي هي خطه دايرينها، باش يورطوا للجمع العام باش يعمروا جيوبهم ويسلتوا ويخليوا ان القانون اللي غادي يجي غيبدا يحرف الوثائق غير قرا ذوك القرارات الجمع العام يقول واخذها. يقول حنا ما كسبنا ننفذوا قرارات الجمع فقط. دونك عطيتك القضيه ديال الاقحام ما كانش مطروحه نهائيا، ما طرحهاش الجمع العام. مشكل اخر عاوتاني في الجمع 2019 خداو قرار اخر ونسبوه حتى هويا للجمع العام، ان الجمع العام قرر انه يلغي الجمعات العامه من 2009 حتى 2017 بسبب انها عدم التسويات الماليه ديال التعاونيه. ايوا علاش ما دخلتيش 2018 اللي وليتي فيه؟ راه حتى هي ما مسوياش، و2019 حتى هي الوضعيه الماليه مسوياش، وهذا اللي كاين دابا 2022 راك حضرتي ما مسوياش. عطاهم تقرير اللي تبقى للقانون 68
اللي كان هو خصهم حتى 15 من قبل جاو تال جاب العام هذا كبدا يفرقوا عليهم. وهذاك التقرير شنو هو؟ داروا فيه غير ملخص ديال الكشوفات البنكية والتقرير خاص يكون بين فيه الديون على التعاونية. الديون في التعاونية هما كاسبين في المحضر ديالهم كاينش ديون، الدين داخلي اللي هو ديالنا حنا 557 مليون واللي تصرف على التعاونية، تصرف البني سكنوا به الناس. واش انت كتسكن به واحد تسكن به الناس سكنوا في الاخر دوري غادي نعرضك على دوك الناس اللي فلوس ما سكن هو وهذوك الناس استافدوا. علاش تعرضنا عليهم؟ هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه هو ان كاين ديون خارجيه اللي هي 165 مليون ديال المتعاقدين والشركاء، هذه ما كيطلبوش المنخرطين باستخلاصها لان التعاونيه كتفوت بثمن تكلفه. اذا كل واحد ملزم يدفع بالواجبات ديالو. هما الا شتي دابا في التقرير ما تضمش الديون هذه، اذا اخفاء الديون على شنو هو الهدف منها؟ لان خايفين من جوج المواد كاينه في القانون 112 12. الماده الاولى ان ما عادش اي منخرط انه يكون عضو في المجلس الاداري الا ما كانش مسوي الوضعيه الماليه ديالو، وهذوك الناس كلهم كتسالهم على الاقل 7 مليون لواحد. داكشي علاش ما بغاش يبينوا الديون المنخرطين كلهم كتسالهم في الشقه كلهم 7 مليون لواحد. إذن الفصل 10 غادي يرجعوا للماده 29 كتقول لك يوم يمنع التصويت على من عن المنخرطين انهم يسووا وضعيتهم. انت شتي دابا ها هو عاوتاني داروا التضليل على الجمع العام وبداو كيصوتوا رغم ان الناس ماشي ما عندهمش حق. حتى واحد دابا حاليا في التعاونيه ما عنده حق يصوت، وحتى هذاك المكتب هو ما عنده الصفه ما عندوش الشرعيه وما مسوش الوضعيه ديالو. واش تمسوش الوضعيه ديالك وتحل المشكل ديال التعاونيه؟ على الاقل خاصك تدعي الناس صيفط لهم تقول سميتو ما دارش تحيد الحصص. خاص قبل الجمع العام تقوم عمليه تحيد الحصص، وخاصك تصيفطها سميتو تكتب السجل، وخاصك تصيف وثيقه تكون في الملف ديال التعاونيه وتحط نسخه في سميتو مكتب التنميه التعاون ونسخه في المحكمه كتابه الضبط متكلفه بالتعاونيات. هادشي حتى حاجه ما كاينه منه. شدوا نزيدك واحد القضيه اللي اخطر من ذلك، ان الملف ديال الملائمه انه تعرض على النيابه سميتو على القضاء على المكتبه الابتدائيه انه من اجل مصادقه عليه باش يقولوا انه راه وفق القانون ديال 112 12. هذيك الوثائق فيها انشطه احنا حاضرين فيها، حاضرين فيها الناس ديال 2006 وصادق عليها رئيس المحكمه. اذا اش كيتسمى هذا؟ انك تتعدى اختصاصات ديال المحكمه. الطلب ديالي رغم اني وجهت شكايه لمكتب التنميه التعاون اللي واصي وصيفط واحد السيد اللي يمثلهم، ولكن هذاك السيد ما قامش بالواجب ديالو، بالعكس هو زاد ساعدهم باش يتماداو في الخروقات ديالهم. من نهار جاو عمرهم ما احترموا ولو ماده واحده من المقتضيات ديال الفصل 112 12. وهانت حضرتي ان التقرير المالي راك شتي ما عطاو الناس الا الجمع العام، وكاينه الماده 68 واضحه كتقول لك ان الا ما عطيتيش قبل 15 يوم راه ما يمكنش تداول. ثانيا القرارات اللي خداو حتى في 2019 هي قرار غير متداوله في جدول الاعمال. مشيتي كتاخذ قرار ديال الشراكه اللي كتخرج بها على التعاونيه غتجيب لوحه في احضان واحد منعش عقاري غيولي عنده ما يعطي حتى ريال، عنده 65% من الحصص ديال التعاونيه غتولي عنده وغادي يمشي يجزء البقع عليا ديالنا وغتفوتها عليه. ما اش كتعني هادي؟ كتستغل الناس حيت ما فاهميش او حيت شاري لي الذمه ديالهم انك مقابل في هذا القرار ان قال لهم غادي نعفيكم من الديون غنجيبوا ديروا شراكه باش تعفوا من الديون، مع العلم ان التعاونيه ما عندهاش حق تعفي المنخرطين من الديون، كل واحد خاصو يخلص الواجب ديالو. اذا هاد الوسيله اللي استعملوا ديال الشراكه كانت هي غير وسيله باش يوصلوا للمبتغى ديالهم بطريقه غير قانونيه باش ينسبوا هاد القرار نسبوا للجمع العام. قال الجمع العام هو اللي قضى قال لك نديروا الشراكه ماشي حنا، حنا مكتب ننفذوا فقط قرارات الجمع العام، اما القرارات كياخذوها هما كلهم كياخذوها وكينفذوها.